بين تحقيق آمالهم بالتغيير وإنهاء الأزمات الاقتصادية والسياسية، لا زالت الأحزاب الحاكمة تقف حائلاً أمام المتظاهرين في لبنان الذين وصلت بهم الحال وبالبلاد إلى شفا الانهيار. ثلاث ليال مشتعلة عاشتها طرابلس اللبنانية بعد تظاهرات لم توفر قوات الأمن والجيش اللبنانية ما بيدها من سلاح وذخيرة لقمعها في سبيل إنهاء ما تصفه بالانفلات الأمني. إيطال الشعب، إيطال السوار، إيطال الناس السوار، اللي عم بيكلوا بالطوطي، اللي عم بيكلوا قتال، إيطال الناس السوار. وما حدا يقول لك إنه في عدم تسوس، ما في عدم تسوسان. نحن شعب جيعان ونزل على الأرض. إيطال دولة مأمورة من الضباط، من كل شو بدي أقول لك؟ كل، لكن عم بيقصوا عليكم، عم بيقصوا على الصحافة. ورغم أن مناطق لبنانية عدة تشهد يوميا تظاهرات، لكن مشهد قمع التظاهرات في طرابلس بدأ استثنائيا، حيث استغلت القوى السياسية الحاكمة ما يجري هناك لإيصال رسائلها السياسية التي تريد عبرها خنق التظاهرات. هذا المشهد يعكس استمرار تمترس الأحزاب السياسية في لبنان وخصوصا حزب الله وراء مواقفها، حيث ترفض التخلي عن مصالحها أو إنجاز حكومة كفاءات عبر ما طرح من مبادرات، والتي تريد إنهاء الفساد الحاصل الذي انعكس سلبا وبصورة واضحة على واقع اللبنانيين المعاش. وأمام بيانات الجيش ومن ورائه الأحزاب السياسية التي منعت متظاهري هذه المدينة الشمالية من اقتحام مبنى السراي في طرابلس، تعبر هذه المعركة الدائرة في الشارع اللبناني حالياً عن شعور آخر لدى المواطن الذي خسر كل شيء ويريد قلب الطاولة على الوجوه السياسية التي تحكم لبنان باسم الطائفية، بينما يريد اللبنانيون لبناناً آخر غير الموجود حالياً. لا نفضل الموت بالمظاهرة.